عايزين نعرف يعني انتوا، يعني انا اولا حاسه انها فكره مختلفه شويه انه في اتنين بيكتبوا الكتاب مع بعض، ف او انتوا كذا حد، احنا كذا حد. اه ف عملتوا ده ازاي والفكره جات لكم منين وقسمتوه ازاي؟ اوكي، احنا الكتاب بتاعنا مش احنا بس اللي بنشارك فيه، احنا 7 مشاركين فيه. معانا انا ومحمد عبد التواب، ومعانا عنان عادل، ومعانا سمر جمال، واسراء جابر، واسراء اسامه، و7 عليم. احنا مجموعه كبيره، واحنا كايرو تايم اصلا هي منصه الكترونيه بننزل عليها كل المحتوى اللي يناسب الناس كلها، بس بصوره خفيفه، يعني معلومه ممكن تكون تاريخيه، ممكن تكون ناس مش حابه انها تعرفها او تقراها، بتكسل تعرفها، احنا بنقدمها لهم بصوره مبسطه جدا من خلال فيديو صغير مدته 3 دقائق مثلا ل5 دقائق بالكتير، بيعرفوا فيه المعلومة. بدأنا نعمل ده والناس بدأت تحبه. احنا تيم كبير جدا، في كتابة وفي مذيعين، انا من ضمن الفريق الكتابة والمذيعين، وقررنا ان احنا بعد كده نطور ده ونعمل كتاب. ليه كمان مش ما نشدش بس الشباب اللي بتحب تشوف فيديو، كمان نعمل كتاب بيقدم محتوى مختلف زي ما بنعمل فيديوهات مختلفة، وبرده كونتنت لذيذ وبطريقة سهلة وخفيفة يعني الناس تحبها. طب يعني انتوا اللي انا فاهمه ان الفكرة هي عبارة عن زي ديجيتال ماجازين او مجلة رقمية موجودة على او منصة موجودة اونلاين، موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. طب النقله من ان انا بحط حاجه اونلاين للكتابه، لانه يمكن عاده الناس كانت بتعمل العكس، انه الواحد كان بيبقى بيكتب وبعد كده بيتجه للحاجه الاونلاين، فاشمعنى نقلته من الحاجه الرقميه للكتاب؟ تمام، هي المبادره اساسا هدفها انها ترتقي بالمحتوى العربي والمصري، فكان الهدف الاول احنا نرتقي عليه، نرتقي بيه على السوشيال ميديا. فبدأنا في سنة 2020 نعمل فيديوهات بتحكي قصص تاريخية، مواضيع في العلوم، في التكنولوجيا، بطريقة مبسطة يقدر يستقبلها كل الفئات وفي كل الأعمار. فالناس حبت الطريقة السلسة المبسطة بتاعتنا، وعلى مدار سنتين الموضوع بدأ ينتشر والناس كتير بدأت تشوفنا، ففكرنا ان احنا ليه الطريقة دي ما نبدأش ننقلها لفئة القراء، ونضيف تجربة جديدة في القراية تكون بطريقتنا احنا السلسة اللي الناس حبتها، وبطريقة عرض مختلفة حتى في طريقة رسم الموضوع، اذا كان بالكلام او بالرسومات اللي بتوضح الحكاية او الصور الارشيفية، وننقل ده للقراء بطريقتنا اللي هم اتعودوا عليها، والموضوع نجح.